بدأ الإعلام العربي بإنتاج الشعر فكان ديوان العرب، واعتبر حينها أهم أشكال ومصادر التواصل بين الناس. ومع بدء تطور الصحافة العربية المطبوعة تغير المشهد الإعلامي تغيرا جذريا عبر مؤسسات الإعلام الجماهيري والصحف الإخبارية وانطلاق أشكال متجددة من الإعلام المحلي. وتبنت المنطقة العربية كذلك الإعلام الجديد بأشكاله كافة لتنمو وتيرة استخدامه بشكل ملموس خلال العقد المنصرم. عملت معظم مؤسسات الإعلام العربية المعاصرة على إرساء وتطبيق المبادئ الصحفية الراسخة كالموضوعية والشفافية والإنصاف، إلا أن بعض تلك المؤسسات الإعلامية حادت عن هذه المبادئ والمثل لتعكس مفاهيمها ورؤيتها الخاصة للأحداث السياسية والاجتماعية. هناك إجماع عربي واسع على أن معايير الحقيقة والموضوعية يجب أن تمثل أساساً جوهرياً في مهنة الصحافة، ولكن هناك غياباً ملموساً لتقنين المعايير التي تحقق التوازن، مثلاً بين حماية الخصوصية وحق الجمهور في الحصول على المعلومات. وبالمثل فإن الانتشار المستمر للصور النمطية وغياب الحماية للفئات المستضعفة كالأطفال والنساء وأصحاب الهمم، فضلاً عن القدر الهائل من العنصرية الكامنة، تركت آثاراً سلبية على الخطاب الإعلامي والتقارير الصحفية في الدول العربية والعالم أجمع. التغييرات التكنولوجية المتسارعة التي تجتاح قطاع الإعلام حول العالم تجعل نشر المعلومات أكثر سهولة وسرعة، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى جمع تلك المعلومات ونشرها والتعليق عليها بشكل إنساني وأخلاقي من أجل الحفاظ على وحدة وأخوة الإنسانية جمعاء. أكثر ما يحتاج إليه الإعلام العربي اليوم بشكل ملح هو وضع مبادئ للأخلاقيات الإعلامية، بحيث تؤكد على أهمية الحوار في بيئة اجتماعية وثقافية تتسم في غالبها بالتشتت والاجتزاء. يمتلك الإعلام القدرة على الوصول إلى الناس من مختلف الأديان والمذاهب، التواصل مع الضعفاء والأقوياء، الأثرياء والمحرومين، وجمعهم معا إلى مشهد عالمي يتسم بالانسجام. يمتلك الإعلام قوة تمكنه من تقريب الناس من بعضهم البعض، وعليه أن يمارسها لهذا الغرض بدلا من زيادة المسافات بينهم. وكل ذلك يبدأ من مفهوم واحد: إعلام لأجل الإنسانية.